أحبتي في الله، بياننا هذا حقيقة اسم الله الأعظم. الله. عليكم أن تعلموا علم اليقين إن لإسم الله الأعظم حقيقة تتنزل في القلوب. ما هي هذه الحقيقة؟ طبعا واسم الله الأعظم هو ليس من صفات الله الذاتية، بل من صفات الله النفسية، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وله صفات نفسية. بالنسبة للصفات الذاتية لا يشارك فيها أحد وليس كمثله شيء سبحانه، لكن الصفات النفسية مثلا الرحمة ويسمي نفسه أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، خير الغافرين، خير الرازقين. على كل حال، ومن صفات الله النفسية يعني رضوان نفس الله على عباده. والله الذي لا إله غيره، إن هذه الآية أعظم آية أيد بها الله عبد من عباده حقيقة اسم الله الأعظم. من تنزلت هذه الحقيقة في قلبه يعلم علم اليقين لا شك ولا ريب إن ناصر محمد الإمام المهدي المنتظر، لا شك ولا ريب. والله حتى لو قلت أنا أصبحت أشك إني المهدي المنتظر لقال والله إنك المهدي المنتظر، والله لا يصر، والله يرضى ولن يرضى، ولو يعني خلاص خلاص لا يابا خلاص الحقيقة عنده. طبعا هذا سبحان الله العظيم اسم الله الأعظم، للأسف الشديد ظنوا إنه اسم أكبر من أسماء الله الأخرى سبحانه. كيف يكون اسم اسم الله ما هو واحد؟ سبحان الله العظيم. لكن لماذا يوصف بالأعظم؟ لأنهم سوف يجدونه في أنفسهم نعيم أعظم من نعيم الجنة، لذلك يوصف بالأعظم. لذلك قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يا أخواني هذه تحتاج إلى تأويل. رضوان من الله أكبر، أي نعيم أكبر من نعيم الجنة. والله تجدونه الآن، يجدوه من وصلوا إليه ونالوا محبة الله، يجدون في أنفسهم إنه فعل النعيم أكبر من الجنة. والله الذي لا إله غيره، إنه ليشعر في نفسه بأن الله لو يقول له يا عبدي لقد جعلتك أحب عبد وأقرب عبد إلى نفسي وجعلتك خليفة لربك على ملكوت الجنة التي عرضها السماوات والأرض ورضيت عنك، فهل ترضى؟ طبعا ايش بيقول جميع علماء المسلمين؟ يقول كيف ارضى؟ والله ارضى على طول، ايش ما ارضى. لكن الذي يعلم بحقيقة اسم الله الأعظم ماذا يكون؟ يكون ردهم على ربهم. يقول بعزتك وجلالك عظيم نعيم رضوان نفسك لن أرضى حتى حتى لو قال الله لكني سأجعلك بدل ما كنت أحب عبد قرب عبد أجعلك آخر واحد، آخر واحد من عبادي. يقول ما دمت ما ترضى في نفسك لا متحسر ولا حزين خلاص أنا أوافق ربي حتى تجعلني أكل من قمامة أهل الجنة. أمشي أن تكون أنت ربي حبيب قلبي راض في نفسك لا متحسر ولا حزين. بعض العلماء كيف يقول لا متحسر ولا حزين؟ كيف يتحسر الله؟ يا سبحان الله، وهم يقولون يعترفون الله أرحم الراحمين. يا أخواني لو أن أحد أطفالكم أولادكم ولد الواحد والله لو عصاه ألف عام فوجده يسترخ في نار جهنم نادما على ما فرط في جنب أبيه وهو أب، فكيف يكون التحسر الأب على ابنه برغم أن عصاه ألف عام؟ الله.
فما ظنكم بالله أرحم الراحمين؟ بالعقل والمنطق ما ظنكم به؟ والله إنه متحسر وعزين. وما هو الدليل على ذلك؟ عندما أرسل الله ثلاثة رسل إلى قرية ولكنهم إخوة، تكذبهم كلهم. ليش؟ لهم أخوة؟ أخوة ثلاثة رسل؟ أنا هذه ما دخلت عقوله. طيب ما آمن به إلا رجل ضعيف كان مسكين أقصى المدينة فقط، وكتم إيمانه، لم يجر يتكلم أمام الملك. طبعا الملك ما جعلهم الخيار، قالوا لهم لنرجمنكما أو لنعيدكما في ملتنا، يعني لازم تعودوا الله في ولا برجمكم، ما جعلوا لهم خيار آخر. طبعا ولاكم أصحاب الكهف إن قال إنهم أن يضروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. طبعا هما اختفوا في الكهف، ليش؟ حتى يجعل الله لهم طريق، يعني يفتك الحصار، لأن تحاصرت المدينة، خافوا أن يذهبوا مثل ما ذهب محمد رسول الله المدينة وجد الأنصار فقزا قومه، فأرادوا يحاصروهم ألا يخرجوا. فقال أو إلى الكهف يهيئ لكم من أمركم ربكم رشدا، فذهبوا إلى الكهف. على كل حال، لكن سمع الرجل الضعيف الذي آمن كان يكتم إيمانه، وجاء إلى الصراح الملكي، قال يا قوم اتبعوا المرسلون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اتخذوا من دونها آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. طبعا قتلوه، أخذتهم العزة بالإذن فقتلوه. قال تعالى قيل ادخل الجنة، المشهيد قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب وجدنا هذا الرجل سعيد مسرور، لكن انظروا ايش في نفس الله. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، من قال هذا يا أخوان؟ لأنه علم أنهم بعد أن أهلكهم أصبحوا نادمين متحسرين على ما فرطوا في جنب ربهم، لذلك جاءت الحسرة في نفس الله. ترى ما تأتي الحسرة في نفس الله حتى تأتي الحسرة في أنفس عباده على ما فرطوا في جنب ربهم، أما ما داموا مصرين على كفرهم وعنادهم ما تأتي الحسرة عليهم في نفس الله. لكن للأسف ما تأتي الحسرة في أنفسهم على ما فرطوا في جنبهم إلا بعد أن يهلكهم الله ويصبحوا من أهل النار. فيقول أحدهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. طبعا لما يأتي هذه الحسرة ثم تأتي الحسرة في نفس الله عليهم، لذلك قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، معناته خلاص تبين من حق بالباطل وتحسروا على ما فرض في ربهم. ثم قال تعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. هل هذه الآية تحتاج إلى تأويل يا أخواني؟ إن الله متحسر، لا والله. طيب إذا كان الله حزينا ومتحسر فما الفائدة من الحور العين وجنات النعيم؟ ما الفائدة منها؟ أقول لكم شيء، طبعا الله سبحانه وتعالى لم ينهانا يعني أن نبتغي أن الله يرضى عنا كي يقينا ناره ويدخلنا جنة، وقال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ولكن الله الذي لا إله غيره، إن الله وعد في محكم كتابه أن يبعث، وعد المؤمن أن يبعث منهم بقوم يحبهم الله ويحبونه، ما ذكر جنة ولا نار، يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين
يعني من شياطين الجن والإنس الذي حاربنا في الدين. يجاهدون في سبيل الله أي في الدعوة، لا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله هذا أعظم فضل في الكتاب، يؤتيه من يشاء. شوفوا ركزوا على هذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب ذكر جنة ولا ذكر الملك ولا فضل؟ قوم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ركزوا على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذلك قال محمد رسول الله في حشد كبير من الناس، قال أيها الناس اسمعوا واعقلوا، إن لله عباد ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومكانتهم من ربهم. طبعا استغرب الصحابة، كيف عباد لهم لا أنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء، كيف هذا يا رسول الله؟ سبحان الله. طيب قل لكم ما السر. طبعا هؤلاء أصلا لو فاز أنا بقول لكم شيء، في رؤيا عظيمة عظيمة جدا ترددت أن أذكرها، ولكن كأن الله يريدني أن أذكرها. ورأيت ربي يكلمني من وراء الحجاب، ولكني رأيت نور ولم أرى ذات الله سبحانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال أوشك أن يفوز بالدرجة العالية الرفيعة في جنة النعيم أحد أنصار المهد المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور. الله أكبر أوشك الله أكبر. طيب يا أخواني أنا بنصحكم نصيحة، أنا لا أعلم من هذا العبد، ولكن أقول لكم شيء، من فاز بها فهي تسمى الوسيلة. لماذا الوسيلة؟ يتخذها وسيلة لتحقيق الأعظم منها فتعود إلى المجهول. فكل منكم يعني ينيب إلى ربه عندما يكون خال بنفسه، يا رب إن كنت أنا من فزت بهذه الدرجة اللهم فإني أنفقتها لمن تشاء من عبادك قربة إليك، وسيلة لتحقيق النعيم الأعظم منها فترضى، إنك أنت السميع العليم. هكذا يكون دعاكم، كل من فاز يردها المجهول يردها المجهول. ليستمر التنافس، ليستمر التنافس في حب الله وقربه. طبعا يا أخواني من ذا الذي أنفق نفقات عبيد النعيم الأعظم من أنصار الإمام المهدي في عصر الحوار من قبل الظهور؟ بالله عليكم لما ينفق جنة عرضها السماوات والأرض، والله الذي لا إله غيره أنه يشعر ما تساوي عنده مثقال ذرة من نعيم رضوان نفس الله، ما تساوي شيء ما تساوي شيء، والله لن يرضى بها حتى يكون رب حبيب قلبه راض في نفسه لا متحسن ولا حزين. لأن يا أخواني لماذا عبيد النعيم الأعظم وهم يعني الذين اتخذوا رضوان الله غاية وليس وسيلة لتحقيق الجنة النعيم الأصغر، اتخذوا رضوان الله والنعيم الأعظم غاية، هما ليش لن يرضوا حتى يرضى؟ أصلا من عظيم حبهم لربهم واكتشفوا من بعد ما بين لهم الإمام المهدي إن الله متحسن وحزين، قالوا احنا ايش نبغى بالجنة ونعيم الجنة وأحب شيء لأنفسنا متحسن وحزين؟ لا والله والله لا نرضى حتى يرضى. أقول لكم شيء، والله الذي لا إله غيره لو أفتاهم الله وكلمهم في الحياة الدنيا والآخرة من وراء الحجاب
وقال لهم: عليكم أن تستيئسوا نهائيا أن أرضى في نفسي. كون كثير من عبادي ظلموا أنفسهم. طبعا الذي ظلموا أنفسهم قد أصبحوا نادمين متحسين على ما فرطوا في جنب ربهم، إلا الشياطين، الشياطين هؤلاء على جنب حتى يذوقوا وبال أمرهم. فنحن نتكلم عن الضالين، عن الضالين وليس عن المغضوب عليهم. الذين إن يروا سبيل الحق لا يتخذونه سبيلا، الذين يعرفون محمد رسول الله كما يعرفون أبنائهم ولا يعترفون بالحق من ربهم، ولا شياطين. إيش نحن نتكلم عن الضالين اللي نظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المشكلة. على كل حال، لكن يعني لو كلمهم الله، كلم عبيد النعيم العظم من وراء الحجاب وقال لهم: عليكم أن تستيأسوا بتحقيق رضوان نفس الله، نظرا لأن كثير من عبادي ظلموا أنفسهم، فماذا سوف يكون طلبهم؟ برغم أنه خلاص يعني إلى ما لا نهاية، خلاص ما بش فائدة من تحقيق النعيم العظم، فايش يقولوا؟ سيقولون: يا ربنا لنا طلب، فاجعلنا بين الجنة والنار نشاركك الحزن والحسرة خالدين مخلدين إلى ما لا نهاية. أما أنا مرضى بجنة النعيم فلا وألف لا، عزتك وجلالك لن نبدل تبديلا أبدا. أولئك هم الوفد المكرمون يا أخواني دين بالله، وحشر المتقون إلى الرحمن، يعني مش لا إلى الجنة ولا إلى النار، لأن سيق الذين اتقوا ربهم الذين كفروا إلى النار زمراء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، لكن في هناك وفد من المتقين يعني وين تم يعني سبحان الله الوفد المكرمين هؤلاء المتقين، وحشر المتقين إلى أين؟ إلى الرحمن وفدا، على منابر من نور، لأنهم أبوا أن يدخلوا الجنة، حاولوا سوقهم الملائكة أبوا، برغم أن وجوههم منيرة، مش من أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم كأنما أقشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، لكن هؤلاء وجوههم منيرة، مش من أصحاب الجحيم، لكن أبوا يدخلوا الجنة، إيش الأمر؟ فوحى الله إليهم أن يضعوا تحت أرجلهم منابر من نور، فكان يصعد كل منهم فوق المنبر هذا فارتفع به فوق رؤوس الخلائق الى وين؟ الى الرحمن، الى ذي العرش وفدا، كلا حسب درجته الى ربه فيتوقف. وجرى بينهم الخطاب بينهم وبين ربهم. طبعا لما تجد في القران سبحان الله نتيجه الخطاب والرد من الرب تصديق القول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، يعني رحمته تشفع من عذابه، ما حد بيجي يشفع عند الله سبحانه، ليس لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لله الشفاعة جميعا. ولكن سبحان الله العظيم تم حشرهم من الرحمن وفدا، وتم الخطاب بينهم وبين ربهم ويريدوا تحقيق النعيم الأعظم، فجاء الجواب من رب سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وقال لعباده الضالين: ادخلوا في رحمتي أجمعين فقد غفرت لكم. فهنا المفاجأة الكبرى، قالوا للمتقين الذين حشروا إلى الرحمن وفدا الذي جرى بين الخطاب بينهم وبين الرب، قالوا لهم: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهنا يتحقق النعيم الأعظم بإذن الله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.